بقى حاجة جميلة جدا وحاجة مشرفة جدا لبلدنا ولمصر، وبتمنى ان انتوا تيجوا وتشرفونا في المعرض ده او المعارض القادمة بإذن الله. يلا نلف ونتجول ونشوف بقية الطيران. اهلا بحضرتك يا فندم. اعرف حضرتك مهندس حسام ابراهيم، كبير طيارين، كبير مهندسين في الهليكوبتر في شركه خدمات البترول الجويه. حضرتك شركه خدمات البترول الجويه؟ بالظبط كده يا فندم. ده دورها ايه بقى اللي هو شركات النشاط بتاعنا، النشاط الرئيسي بتاعنا بتاع الشركه في مصر، هي الشركه الوحيده اللي بتخدم كل شركات البترول وكل قطاع البترول، ما بين هليكوبتر بننقل العاملين من البحر للبر، وبننقلهم من مطار القاهره ومطارات البترول يعني عندكم اسطول كبير يا باشمهندس. عندنا يا فندم عدد كبير جدا من الطيارات، اكتر من 35 طياره هليكوبتر، وعندنا حوالي 8 طيارات جناح ثابت زي اللي قدام حضرتك اللي هناك دي. بالظبط كده. وكلها هليكوبتر؟ لا يا فندم، دي جناح ثابت ودي هليكوبتر. في جناح ثابت وفي هليكوبتر، تمام. غير نشاط العاملين، كل النشاط الهليكوبتر بنعمل اسعاف، بنعمل في اي بي، بنعمل رحلات خاصه، بنعمل سياحه بالفيكسد وينج اللي هي الجناح الثابت، يعني سياحة. يعني النشاط الاساسي للبترول وزاره التابعة لوزاره البترول، ولكن نشاط فرعي من كل خدمات الطيران في مصر بنعملها. خدمات الطيران في مصر، كل خدمات الطيران الموجوده في مصر بنعملها. طب حاجه جميله جدا. يعني ممكن مثلا لو انا مثلا كسياحه او شركات سياحه تأجر طياره، تأجر طياره هليكوبتر او تأجر طياره نقل تروح بيها اي حته في مصر وبره مصر كمان، لينا نشاطات بره مصر وجوه مصر. دي حاجه جميله جدا يا باشمهندس، شرفنا بحضرتك، وده حاجه لمصر كويسه. أكيد. وانا سعيد جدا بالبترول، انا شايف تواجد كبير قوي للبترول. احنا سعداء يا فندم، وربنا يخلي كده مصر ويخلي الحمد لله ان احنا يكون عندنا طيارات وطيارات وعندنا ناس ان شاء الله دايما حلوين وخبراء لمصر. وبتمنى ان انا اشوفك ومعارض ربنا يخليك جايه باذن الله. نشوف حضرتك ان شاء الله. شكرا. شكرا يا فندم، متشكرين. شكرا. أعزائي المشاهدين، نفسي بقى تحذروا وتفزروا كده، أنا فين دلوقتي وفي المكان اللي بكلمكم منه. شايفين المكان قد إيه جميل ورائع، وإن يعني للوهلة الأولى كده أما تشوفوا كده المكان ده تقعدوا تقولوا ده فين، ما شفناش المكان ده يمكن قبل كده. المكان دوت موجود في مصر، وموجود في سيناء، موجود في شرم الشيخ. المكان ده منطقة جديدة وشهيرة في شرم الشيخ، بتسمى السوهو، يعني في خليج نعمة وبقى في السوهو. السوهو ده منطقة اتاخد اسمها كلمة السوهو، ده في حي شهير قوي قوي قوي، كله برضو مطاعم ومحلات وحياة زي كده وجميلة، موجودة في لندن، حي شهير قوي اسمه السوهو. الحي اتسمى السوهو، او المنطقه دي اتسمت السوهو.
نسبة إلى الاسم بتاع لندن. أنا هلف في المنطقة بتاعت السوهو ديت عشان نتفرج عليها مع بعض، وتقولوا لي رأيكم إيه في السوهو في شرم الشيخ. يلا نلف ونتجول، وأنا فضلت إن أنا أقعد هنا جنب التمثال الحاجات الجميلة النحاسية ديت عشان أفرجها لكم. يلا معايا نلف ونتجول ونشوف السوهو فيها إيه. أعزائي المشاهدين، وأنا ما زلت في منطقة السوهو الجميلة في شرم الشيخ، منطقة بدعوكم كلكم تيجوا تشوفوها لأن المنطقة جميلة جدا. يعني مش قادر أقول لكم وأوصف جمالها. ممكن تيجي تتمشى محلات، مطاعم، فنادق، بتحس إن أنت في قطعة من الجنة. وأنا ماشي بلف وبتجول في السوهو، قابلت مسؤول الأول عن منطقة السوهو أو المنطقة الشهيرة ليحدثنا عن السوهو وليه تسمت السوهو وإيه كلمة السوهو، مع مستر رامي رزق الله. أهلا وسهلا بيك يا مستر رامي، وأنا سعيد بلقاء حضرتك النهاردة، وعايزك يعني تقول لي ايه المنطقه ديت. وانا جيت هنا من يعني من قريب، ما كانش في حاجه، كان طريق وضلمه وكده. النهارده المنطقه بتعج بالناس وبالسياح وكده، يعني كلمني عن المنطقه دي، اتعملت ازاي واتوجدت وايه نوعيه الجنسيات، يعني ندردش كده دردشه خفيفه. اولا اهلا بيكم ومرحبا ببرنامج مسافرون في منطقه سوهو العالميه والحائزة على الجائزة العالمية كأرقى وأحسن منطقة ترفيهية للأسرة من شركة ترافل أورد بإنجلترا. عظيم. منطقة سوهو فيها أحدث وأرقى مطاعم من جميع أنحاء العالم. عندنا المطبخ الهندي، عندنا التشاينيز، عندنا التاي، عندنا الميدل إيست، عندنا الستيك هاوس، سوشي، عندنا التابانياكي، وكل المطاعم مطاعم يعني الشيف من الريجنت، الانجريدينز كلها بتيجي من الريجنز. في شرم الشيخ الواحد لما كان يحب يخرج يتعشى كنت لازم تروح اوتيل، ما كانش فيه مطعم يليق بمستوى السياح، وخصوصا ان مستوى السياح في شرم الشيخ ابتدى يرتفع جدا، وخاصه المنطقه هنا كلها حتى كلها يعني فنادق ذو درجه عاليه، يعني فنادق مستوى عالي، فلازم يبقى في حاجه تليق بالمستوى بتاع الجيست نفسه. بالظبط. يعني سوهو سكوير فيها اول اتعمل فيها اول تاني كالتراما، احنا عندنا الكالتراما اللي هي بتحكي الهستيريكال سينما، كي برزنتيشن 45 دقيقه بتحكي حضرتك الاثار بتاعت مصر موجوده. اوكي، دي ناطقه بثلاث لغات، بالانجليزيه وباللغة الروسية وباللغة الإيطالية. دي بتتعمل بقى في المسرح ولا؟ دي بتتعمل لا يعني في الكالتراما. في الكالتراما. آيس سكيتنج. آيس سكيتنج. آيس بار. آيس بار رقم 6 على العالم. يعني أنت متخيل في شرم الشيخ في درجة الحرارة دي أنت داخل آيس بار. فطبعاً كلها أفكار جديدة. منطقة ترفيهية فيها كل متطلبات الأسرة. شايف انا مسرح كبير قوي. طبعا المسرح مسرح حفلات، واحنا عملنا هنا حفلات وبنجيب اشهر الفرق، البوني ام، يو بي 40، جبنا مطربين من جميع انحاء العالم، عالميين، انا بسمع وبشوف من جميع انحاء العالم. عندنا مثلا من لبنان جه راغب علامه، عاصم حلاني، طبعا جميله نانسي جت، نانسي عجرم طبعا.